أبناء المحافظة استنكروا الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهيد العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي واعتبروها اغتيالا للفكر الإسلامي الصحيح المعتدل. تلقينا هذا النبأ بلوعة وألم وحسرة كبيرة بفقد رجل كبير كفضيلة العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، للتاريخ شهادة للتاريخ وللإنسانية وللبشرية أن هذا الرجل قام إيمانية صادقة، ورجل وطني بامتياز، رجل موسوعة من العلم، لكل الناس، للوطن، كافح وناضل وقاتل بالكلمة على مدى عامين من الزمن. طبعا طيلة حياته قد سخر حياته في سبيل خدمة الدين والإنسانية، رجلا مؤمنا صادقا، عابدا زاهدا، عابد وزاهد وورع. هذا الرجل يستحق منا كل الاحترام وكل التقدير، ولكن نحن هؤلاء نقول لهؤلاء الظلاميين، هؤلاء التكفيريين ظنوا بقتله أو باستهدافه أنهم سيضعفوننا أو سيجعلون منا نتراجع قيد أنملة إلى الوراء، بل على العكس، استشهاد هذا الرجل العظيم، هذا الشيخ الفاضل العالم الجليل، زادنا قوة وصلابة وتماسكا، ونحن متفائلون خيرا. هؤلاء أصحاب الفكر التكفيري الظلامي لا يرون أفقهم ضيق جدا، هؤلاء ماضون في الجريمة، ماضون في القتل. نحن في سوريا نقول لهم، ومن خلال توجيهات هذا الرجل الكبير العلامة رحمه الله، هذا الشهيد العظيم محمد سعيد رمضان البوطي، نقول لهم نحن مستمرون في سوريا قيادة وجيشا وشعبا، وطنا واحدا، شعبا واحدا، كلمة واحدة، ومسيرة واحدة إلى النصر النهائي بإذن الله تبارك وتعالى. حقيقة صدمنا امبارح بخبر اغتيال العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، أكيد أسكنه الله فسيح جناته، لأنه من الناس المعتدلين في الدين. حقيقة كنا ننتظره على التلفزيون، أنا بحكي عن نفسي كنت انتظره تأسمع كلماته الحلوة، وما كنت أعرف أنه هذا أي مذهب ينتمي. إنه يتكلم بالدين، يتكلم عن الله، يتكلم عن التسامح، فأنت تتعجب هل هذا رجل دين أم رجل محبة وسلام؟ وهذا شيء منطلق أن الدين هو محبة وسلام، فمشان هيك نحن كنا كثير ننتظره الله يرحمه. وأكيد نقول كلمة، سوريا ولادة رحمه الله، ولكن سيكون هناك رجال معتدلين في كل الأديان يقولون كلمة الحق ولا يخافون. نعزي كل الشعب السوري بهذه الفاجعة الكبيرة، وكل أهله وكل أقاربه ومعارفه، ونقول أن الحرية ليست بقتل الأبرياء، لأن الشخص مثل البوطي، الشيخ البوطي الله يرحمه، هو قال كلمة حق، قال رأيه، إذا ما بيعجبهم هيدا الرأي بيوم بيقتلوه. هل هذا هو الإسلام؟ هذا هو بعيد عن الإسلام. الإسلام المعتدل الذي يمثله الشيخ البوطي هو الذي نحن نراه في سوريا يرفرف، لا نريد أي إسلام آخر. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي اللي كلياتنا بنعتز ومنفتخر أنه بلدنا الحبيب سوريا أنجب هيك رجالات بعلمه، بثقافته، بمعرفته، بتسامحه، وبكل النداءات اللي كان عم يدعي لها خلال مواعظه، خلال تعاليمه اللي بتعبر عن حبه لله وعن حبه للوطن وحبه للإنسان. هالجريمة النكراء هيدي الحقيقة، وقت سمعت فيها أول خطر بذهني هو قول للعلامة نفسه، للمغدور نفسه محمد سعيد رمضان البوطي، لما سئل قالوا لي يا شيخنا أنت مستهدف ويمكن يغتالوك، قال لهم بيكونوا أكرموني بالشهادة، ويمكن ربنا استجاب أنه حتى وإن كانوا أرادوا أنه يعملوا شرفة، ولكن ربنا استجاب لدعائه وأكرموا بنيل إكليل الشهادة. أكيد هالجريمة النكراء هيدي بتعبر عن البعد الدموي اللي هن عم يتمتعوا فيه، ويلي هو خالي من أي مقياس أو أي معيار للأخلاق أو للأدب أو حتى لمعرفتهم لله أو حتى معرفتهم للإيمان. اغتالوه لمواقفه الإسلامية الصحيحة النيرة، اغتالوه لأنه لمواقفه الوطنية العظيمة،
اغتالوه لموقفه من الحق ضد الباطل، اغتالوه وقتلوه لموقفه من ما يجري من قتل وتدمير وحرق لهذا البلد. هذه الجريمة النكراء التي افتعلها الخونة المرتبطين بالصهيونية وبالأمريكية لعنهم الله إلى يوم القيامة والدين، لأنه كان رحمه الله يدعو إلى المحبة والإلفة. استشهاد البوطي هو قتل للفكر الوسطي في الإسلام، ليس من المطلوب وسطي، المطلوب تطرف وتطرف فقط. أبناء